بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم في مطبخي مطبخ الامل. ما تنسوش الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد مني، وما تنسوش تفعلوا الجرس ولايك علشان خاطر كل اللي تحتاجوه ان شاء الله معايا هتلاقوه في مطبخي مطبخ الامل. النهارده هنعمل ايه؟ كلنا بنخاف نعمل الممبار، طريقه تنظيفه صعبه، طريقه حشوه مش عارفين نعملها، مع ان هو طعمه جميل وكل حاجه، بس كلنا بنخاف ان احنا نعمله. النهارده باسهل طريقه هنبتدي نحشي الممبار، ومش هنحتاج حاجات كتيره. اول حاجه هنحتاج رز، عندنا نص كيلو رز، عندنا فلفل اخضر مقطع وعليه قرن فلفل احمر، طماطم مقطعه، بصل مقطع، خضره، شبت، بقدونس، كزبره، اللي انت عاوزاه كله، والتوابل اللي احنا عاوزينها دي اللي هنحتاجها، بهارات وكمون وشطه وملح. هنبتدي نعمل ايه الاول؟ عندنا الرز، نحط البصل، طماطم، خضرة، الفلفل والشطة، ونتبل، معلقة بهارات، معلقة كمون، معلقتين ملح، ومعلقة شطة، وشوية زيت. لازم الزيت. ونبتدي نقلب. مفيش حاجة تبقى صعبة عليكي، كل حاجة لازم نجرب ونعملها تطلع معنا سهلة وبسيطة ومفيش أي مشكلة خالص. عندنا هنا الممبار، عملنا ايه في الممبار؟ دي الممبراية. طبعا احنا بنجيب الممبار بيبقى الوش بتاعه من بره، ده اللي هو فيه الدهون، بنكون غسلينه بمية وملح وخل وكل اللي احنا عاوزينه، بعدين بنروح نقلبه، نغسل برضو الناحية دي تاني بمية وخل وملح وكل حاجة، بيبقى معانا زي كده. بنبتدي ناخد الواحدة كده وبين صوابعنا كده بنعمل كده ونبتدي نحشي. اسهل من كده مفيش. الممبار حاجة جميلة وطعم، بس كلنا بنخاف، صعب ومش عارفين ننضفه ومش عارفين نحشي ومش عارف ايه، ولكن بالطريقة دي هيكون سهل جدا. تحاولي ان انت لما تحشي ما تخليش الرز كتير كده، تفرتيه كده عن بعضه، لان الرز طبعا بيزيد عشان خاطر ما يفلقش مننا الممبراية نفسها، يستوي وهو ايه مفتفت كده حوالين بعضه ويبقى كويس معانا. دي اول واحدة اهي. شايفين كده؟ عشان خاطر لما تدخل النار وتستوي تستوي براحتها، ما تتفتفتش مننا او تتقطع مننا ايه الممبراية نفسها. انا دلوقتي هعمل ايه؟ هكمل باقي الممبار وبعد كده احط اسلقه، وبعد ما يستوي احمره واوريكم شكله النهائي هيبقى ازاي. ده الممبار بعد ما اتسلق، ده شكله اهو. بعد كده بنحمره شويه زيت، وبعد كده بنقدمه بالطريقه دي وبالهنا والشفا. ما تنسوش الاشتراك على القناه عشان يوصلكوا كل اللي انتوا عاوزينه، كل جديد وسهل وخفيف على قناة على مطبخ الامل لأم مازن. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتدوسوا لايك.